أنا ما رأيت شيء. أنا رأي تعرفني على ناجي عطا الله. بصير صديقي. بيغلط هاي؟ اللهم طولت يا روحي. ستوري، الصداقة ما تنفرض فرض. أكيد الصداقة ما تنفرض فرض. أنا بس حبيت أحكي وياه. يمكن أفكر أسوي بيزنس مشروعات بمصر. يعني يقدر يساعدني. أنت مو تقول عليه دبلوماسي؟ يعني رجل مهم. ستوري، أستاذ ناجي عطا الله ما له علاقة بالبزنس. ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك أستاذ سعد. أنت حالة خاصة. ما يخالف أسولف وياه وبعدين أجيب لك النتائج. هو إيش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واقفة. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري، اسمح لي، ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها؟ قهوتي ما احبها، بردت، اشربها انت. والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله، والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا عبد الرحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب، ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا خجلان منك يا استاذ ناجي. يا راجل خجلان ايه ده؟ انا اللي خجلان والله. العيال دي حتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. هشكو شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي تعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ، تقبل. الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم، بالله هي اصول. لا 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 لا، ما يصير استاذ ناجي، ما يصير. يلا الشباب يطلعون على غرفهم. يلا علي الطلاق بالثلاثه، ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي، لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول ايه يا استاذ سعد؟ هو في بيننا وبين بعض تكليف؟ قرا يا راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي، انتوا وجوكم حلو علي. تدري انا هاي اختي الصغيره زينب، صار لي شهرين ما شايفها، وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن، وهذول ولدهم ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه. ممكن فين؟ بالسرداب. في السرداب. ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، الا الشنط. انا ما اعرفش انام الا والشنط دي جنبي بصراحه، اصلي فيها اوراق مهمه، فيها ملفات دبلوماسيه في منتهى الخطوره، توب سيكريت. حقك استاذ ناجي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجه، لو نزلت الشنط في السرداب، انا انام في السرداب ما فيهاش حاجه. هذا شلون حكي استاذ ناجي؟ شلون حكي هذا؟ تعال 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 تعال. عن امري. منو؟ كمال، تفضل تفضل تفضل. شنو الموضوع؟ فهمني طمني. التهديد وصل، هجرونا. بابا فهمني شنو الموضوع؟ ميليشيات شيعيه دخلت علي بالبيت، وانطوني رساله بيها ورقه ورصاصه، ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة. منطقة ايه؟ هاي منطقة الحرية، الأغلبية فيها شيعة، لما يغضبوا على أحد تجي الميليشيات الشيعية تهجرهم. الله، يعني دول يهجروا دول، ودول يطردوا دول، ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا في دول، ده عيش تقيل من هنا ب60 إلى دي. ما عرفتنا بالأخ. الأستاذ ناجي عطا الله أخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك أبو القاسم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أخويا كمال الصغير بيني وبين زينب. أهلا أستاذ كمال، أنا آسف عاملين لكم ربكة يعني. ربكة إيش؟ يا أستاذ ناجي إحنا بنص الربكة. أختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدورة، ميليشيات السنية هسه عندي. أستاذ سعد، أنت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟
نعم. يا شباب اطلعوا هاتوا الشنط من فوق. استاذ سعد، انت ليك قرايب تاني في بغداد؟ اه نعم. هيجوا برضو؟ راح اوديش المحل ابو العبايات، احسن واحد يسوي عبايات ببغداد. ومو اشكال اذا طويله هو يضبطها إليش، لا تخافي. مش عارفه اقول لكم ايه، بس تعبكم معايا. لا 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 حبيبتي ولا يهمك، تعبك راحه قلبي. تعالي بس تعالي اراويش المحل مال عبايات هياتك. تعالي. بعد أنا عندي سؤال عايز أسأله بس متردد شوية. لا بالعكس، قول اسأل. الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ أجاوب أني لو عندكم وجهة نظر. جاوب أنت سعد، جاوب أستاذ ناجي. الجواب الأول أستاذ ناجي، قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار، خدمات عامة حقيقية، يعني كانت أكو دولة، أكو حياة، أكو بشر، مستقبل. ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة، ممنوع تفتح بمة، ممنوع تنطق، يعني ماكو حرية. الحياة ملهاش قيمة من غير حرية. تسمع الجواب الثاني؟ ولسه في جواب ثاني؟ أنا افتكرت الاثنين خلصوا. بعد الاحتلال ماكو أمان، ماكو استقرار، ماكو دولة، الكل يقتل الكل. لكن أكو سياسة، تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب إزاي بقى يبقى في حرية والبلد واقفة؟ شفت سؤالك شلون إلى جوابين أستاذ ناجي؟ وانت بكيفك براحتك، تريد الجواب الاول ولا الجواب الثاني؟ اذا كان علي انا عايز حرية وعايز خدمات. يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الامريكان، وهاي حقيقة علينا ان نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا إحنا. لا كمال، لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني أنت الشعب، وشعب الآن لا حول إلا ولا قوة. ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لولا تدخل الأمريكان كمال. لا كنت أقدر أقول لا. صلوا على النبي يا جماعة، يعني ده سؤالي اللي أنا سألته، وأنا ندمان إن أنا سألت السؤال. اللي يدري يدري والما يدري قضبة عدس. مزبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال لي معناه إيه يعني؟ هو بيقول نفس الحكاية مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده اللي ما يعرفش يقول عدس.
Thank you.